في المباراة الأخيرة ما بين الجزائر ونيجيريا حصلت حاجة غريبة جدا في الدقيقة 72 في استاد القاهرة، لما نيجيريا أحرزت هدف في مرمى الجزائر عن طريق ضربة جزاء. الحاجة الغريبة أن الجمهور المصري، بعض من الجمهور المصري شجع نيجيريا ضد الجزائر. الموضوع عمل صدمة عند الجمهور الجزائري، مش بس الجمهور الجزائري، كمان جمهور مصري كان موجود في استاد القاهرة لتشجيع منتخب الجزائر. الموضوع عمل بلبلة كبيرة مش بس في الاستاد، ولكن انعكس على موقع التواصل الاجتماعي. احنا قررنا شروق ننزل في شوارع القاهرة على أساس نحن قناة مصرية بدون لوجو مذيع مصري، عشان نسأل الجمهور أو المصريين هتشجع مين في المباراة اللي جاية، شجعت مين في المباراة اللي فاتت، ورأيك في المصريين اللي هم شجعوا نيجيريا ضد الجزائر. يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عامل ايه يا جميل؟ بخير. انتوا من فين؟ احنا من الصعيد، من الاقصر. يا سيدي احسن من الصعيد، من الاقصر. من احسن الرجاله. ربنا يحفظك. عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. الماتش اللي فات ده شجعت الجزائر ولا الجزائر؟ مش محتاج سؤال يعني. مش محتاج سؤال. لا مش محتاج سؤال. دول ابناء عمي يعني. اولا للعرق، اولا انتصار العرق ان هم ابناء عمومتنا. ثانيا للطباع، دمهم حار، اخلاقهم بسم الله ما شاء الله. شعب يعني راقي بصراحة. أنا بحب الجزائر طبعاً، تاريخها تاريخ عريق، وشعب طيب ودود. نلتقينا بأكثر من واحد النهاردة بصراحة، غير وجهة نظري أو أداني فكرة عن شعب الجزائر. شعب طيب جداً وحبوب جداً، يعني ما فيش فرق كنا بيننا وبين المصريين وبين الجزائريين أبداً. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. النيل حلو النهاردة ولا؟ النيل جميل بس في حر. حر جداً. حر جداً. ماتش اللي فات شجعت الجزائر ولا نيجيريا بصراحة؟ كل مصر بتشجع الجزائر. كل مصر. أمال إيه؟ طب ليه شفنا الماتش اللي فات فيه شوية من المصريين كانوا في الاستاد شجعوا نيجيريا؟ معقولة؟ ما شفتهمش أنا. والله أنا كنت موجود. ما شفتهمش يعني. نيجيريا دي عرب؟ إيه؟ هي نيجيريا دي عرب؟ هو قال لك أنا حرية شخصية وأنا بشجع كورة. ده ما أظنش، بس أنا ما شفتش كده. طب ليه الناس فين زعلوا في الجمهور الجزائري لما شافوا بعض المصريين كانوا بيشجعوا نيجيريا لما جابوا الجون بتاع ضربة الجزاء؟ عارف بيبقى في فتن صغيره موجوده، حتى بيننا بين الاهلي والزمالك او اي فرقه هتلاقي نفس الفتن دي موجود، لكن مش اثنين او ثلاثه اللي هياثروا على العلاقات. اتوقع ايه المباراه اللي جايه؟ ان شاء الله الجزائر هتكسب ان شاء الله وهتبقى البطوله ليها. هتكسب ان شاء الله، بس النتيجه كام؟ 2-0 ان شاء الله. سالك سؤال بسيط جدا، شجعت مين المره اللي فاتت، الجزائر ولا نيجيريا؟ بامانه الجزائر. والماتش الجاي هتشجع مين؟ الجزائر برضه. طب في ناس شجعت المره اللي فاتت السنغال، مصريين؟ مصريين؟ ما اظنش. لا ليه؟ مش دي كره في الاخر ممكن واحد يشجع لو عايز؟ بس برضه لا احنا عرب يعني. عرب ولا ايه؟ بصراحه الماتش اللي فات شجعت الجزائر ولا نيجيريا؟ لا بصراحه نيجيريا. ليه؟ لا عشان انا يعني مش بحبش، انا بحب العب مثلا، انا يعني مش حكايه ان انا اشجع دوله عربيه ولا لا، انا بتفرج على كوره ما بتفرجش على دوله عربيه. بس في الشوط الثاني شجعت الجزائر. يعني بدات الشوط الاولاني نيجيريا والثاني الجزائر. تمام. انت حاسس انت اخترت؟ انا بتفرج قدام فريقين كوره، ماليش دعوه بمين. دعوه انا بالدوله ولا بالفريق، انا بتفرج على كوره بس. ماركات نيجيريا انقلبوا علينا، ماشي كل غير واحد لا تريبيل ولا زوج هكذا، اما الباقي الله يبارك كانوا معايا. هاو مصري ديجا كانوا مريحون في وسطنا في الشارع. كيف تشوف المصريين تشجيعهم للجزائري؟ نقولها احسن شعب عربي هو شعب مصر، نقولها وافتخر ثاني احسن شعب مصر. احنا ما عجبناش الحال كي خسرت مصر. علاه؟ خاطر البطوله هذه بدون جمهور ماهيش بطوله. السلام عليكم. السلام عليكم. سرحان في ايه؟ ما فيش، انا واقف على النيل اكيد سرحان يعني في اي حاجه في احوال ولا قصه حب فشل؟ لا ما فيش اي حاجه. قصه حب من طرف ثالث مثلا؟ لا ما فيش اي حاجه. مين الماتش اللي فات شجعت بصراحه، جزائر ولا نيجيريا؟ لا الجزائر طبعا، الجزائر اصلا اسلوبها وطريقه لعبها تفرض اي حد ان هو يشجعها. يعني بغض النظر عن هي فريق عربي، كونك عربي، كونك اجنبي، كونك اسيوي، المهم يعني اسلوبها وطريقه لعبها تفرض ان اي حد يشجعها يعني غصب عن اي حد يعني بجد يعني. طب لو كانت نيجيريا بتلعب احسن؟ لا انا كعربي كنت اشجع الجزائر. لا انا كعربي اشجع الجزائر طبعا واتمنى لها كل خير. طب ازاي شايف موقف الناس اللي هي في بعض الناس في الاستاد شجعوا نيجيريا وقالوا انا حر اشجع لنا؟ والله اراء طبعا يعني، انت 100 مليون واحد هنا اكيد مش كل ال 100 مليون واحد ده دول ورا الجزائريين كلهم، اكيد في اختلافات طبعا وتوجيهات معينه يعني اكيد طبعا. ماشي شكرا. عايزك تكمل سرحان وانساها، ما تفكرش فيها تاني. ان شاء الله انساها. ان شاء الله افكر في الجزائر ان شاء الله، اعمل ماتش كويس من جوه ان شاء الله. الماتش الاخير كان بين الجزائر ونيجيريا، خلص كام؟ 2-1. 2-1.
لمين؟ الجزائر. مين اللي احرز الهدف؟ في الاستاد اصلا انا كنت في الاستاد. شجعت الجزائر ولا نيجيريا بصراحه؟ الجزائر اكيد يعني. الجزائر اكيد. انت كنت هناك شفت المصريين بيشجعوا نيجيريا صح؟ في ليه ايه رايك في الناس دي؟ مش كتره قله بس هي حريه شخصيه انا والله براحته. هو منتخب بلده طلع فهو بيشجع بلده. انا نفسي بشجع منتخب عربي. الماتش الجاي السنغال والجزائر. تحب السنغال؟ لا بشجع الجزائر برضه. شكرا. انت من يوم ما جيت من الجزائر جيت من هنا امتى؟ انا جيت من مباراه كوديفوار. ازاي شفت استقبال المصريين ليك ولا تشجيعهم للجزائر؟ كانوا يشجعوا؟ والله المصريين اخواتنا احنا تفاجئنا بالاستقبال اللي قاموا بينا المصريين وطلعوا فينا بزاف خويا العزيز. دول اخواتنا. وين راك رايك في بعض المصريين هم في الماتش النيجيري اللي بتشجعوا نيجيريا؟ هذيك حريه شخصيه. باغي يشجع اذا بده يشجع الجزائر اذا بده يشجع نيجيريا هذيك حريه شخصيه. بصح عامة الشعب المصري مرحب بينا وطلعوا فينا وقاموا بينا اخويا العزيز. اخوة الناس زعلت من الجزائر كثير وقال لك ازاي انتم شجعوا الجزائر؟ لا يا اخوي احنا قبل ما نيجي الى مصر كنا واخذين نظره واحده اخرى على المصريين انهم وحشين ما بيحبوا الجزائريين. لكن لما جينا هنا لقينا العكس خويا العزيز. كما قال حبيبنا هذا ما نعرفوش بصح كنا غلطين. انا واحد من الناس كنت نديكوتيكم بصح كما جيت هنا لقيت عقليه واحده اخرى. ما يفهمكش. انا كنت بكرهكم بس لما جيت هنا اتغيرت. ايوه كده. بداناها بالمصري وبنختمها بالمصري وزي ما شفتوا اراء بعض الشباب المصري هيشجعوا الجزائر. يكون في بعض الناس لها راي اخر في الاول والاخر مش لازم نكبر الموضوع. هي دي كره القدم ما هيش قضيه سياسيه ولا هي حاجه كبيره. ولكن في كل الاحوال زي ما شفتوا حتى بعض الجزائريين اللي كانوا موجودين بالصدفه في الشارع واحنا بنتكلم معاهم نقلوا لكم الصوره ازاي هي الاجواء ما بين المصريين والجزائريين قبل المباراه النهائيه اللي هتكون ما بين الجزائر والسنغال. ان شاء الله كلنا كمصريين وانا اولهم في فيديو استثنائي بنشجع الجزائر. تحياتي لكم. حمدي شجيع من على كوبري قصر النيل بالقاهره. 1 2 3 فيفا لالجيري. 1 2 3 فيفا لالجيري. 1 2 3 فيفا لالجيري. 1 2 3